بحيي حضرتك جدا، حضرتك من اهم نجمات السينما المصريه، واحنا سعداء جدا ان احنا النهارده يعني بنحضر تكريم حضرتك. انا طبعا يعني ما فيش فيلم تقريبا ما شفتوش لحضرتك، وحضرتك يعني بدات بدايه مشرفه جدا، اشتغلت مع اهم نجوم في السينما المصريه، يعني بدات مع فريد شوقي وعماد حمدي، وبعد كده بدات مع عمر الشريف وعماد حمدي ورشدي اباظه وصلاح ذو الفقار واحمد مظهر ومديحه يسري. لا، الحاجه الغريبه ان انا يعني لفت نظري ان كل الافلام دي كانت بالالوان، يعني في منتصف الستينات يعني كان نادر جدا لما بنشوف فيلم بالالوان. فحضرتك يعني الناس العظام دول اللي حضرتك اشتغلت معاهم دول، حضرتك استفدت منهم ايه؟ وممكن حضرتك تكلمينا عن تجربتك مع فريد شوقي واحمد حمدي في اول البطوله. هو أنا كان من حظي في بداياتي، أنا أول ما بديت وأول فيلم عملته اللي هو كان ربع العدوية، والتعاقد اللي بعنيه كان المماليك مع عمر الشريف، وبعنيه زوجة من باريس، وبعنيه كنوز، وبعدين بعد كده خطيب ماما. كان الخمس أفلام دول اللي تعاقدت عليهم كانوا كلهم بالألوان، كلهم كانت الشركة المنتجة اللي هي بتاعت حلمي رفلة، ودي هي دي اللي كانت بتنتج الافلام كلها بالالوان، وده كان من حظي انا. اما شغلي مع النجوم اللي حضرتك قلت عليهم دول، فكانوا بالنسبه لي دول اساتذه كبار، يعني انا لما كنت بشتغل معاهم دول، مع فريد شوقي ولا عماد حمدي ولا كل ولا حسين رياض، دول في ربع العدوية، دول كنت بشوف ناس محترمة جدا جدا جدا. العمل ده حاجة مقدسة جدا جدا جدا، عشان كده أنا طلعت كده، لأني أول ما فتحت على كده، شفت الأساتذة الكبار العظام دول قوي، شفت احترامهم موقفهم ازاي قدام الكاميرا، ازاي جايين حافظين، ازاي جايين معرفش ايه. فريد شوقي ده ازاي بعظمته. بعد كده اشتغلت بقى مع مين؟ مع مديحه يسري طبعا، يا سلام، عملت معاها خطيب ماما، يا سلام. ومن هي بدت صداقتنا؟ شوف انا كنت صغيره بقى ازاي، وماما مديحه دي كانت حاجه عظمه ومثل، لما تيجي بلاتو دخلتها واحترامها للشغل. العمل ده الاستوديو ده كان مكان مقدس يا جماعه، مكان مقدس حقيقه، يعني احترام الراجل اللي بيفتح الباب للي داخل واللي طالع بتاع. يعني انا حضرت وعشت وقت من احلى الاوقات، اللي انا احيانا يجي لي لحظات ابقى عايشه في اللي فات، مش في الوقت الحالي اللي انا فيه، لان انا عشت اوقات حلوه قوي مع ناس حلوه قوي، مع ناس محترمه جدا جدا جدا. وهم دول اللي علموني احترام الشغل، اللي علموني احترام المواعيد، اللي علموني احترام وانت واقف قدام الكاميرا كل الحاجات دي انا خدتها من اللي اتعلمت منهم، اللي هم في الجيل اللي انا طلعت وياه ده. فده انا سعيده بان انا عاصرت الناس دي كلها.